طبعا احنا كل نص ساعة اذا صار معنا وقت نطلع حظيرة. الحين طلعنا هذه، البقية يعلفها داخل الحظائر من الازولة. راح نرجع للاحواض بعد شوي، نعبي السطلين بعد ونوزع. والحين بعد نسحب ونعلف باقي الحظاير اللي ما جاها الدور من الأزولة. ما شاء الله تبارك الله. راح نسحب من الحوض هذا ونغذي الحين الدجاج. طبعا هي راح تمدد، شفتوا الكميات اللي هناك، حتى لو حركناها سكرت الحوض هذا. ولو أخذنا نص الكمية اللي انتم ملاحظين هذه وحركنا الحوض راح يرجع ويسكر الحوض. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يا سلام، نعبي هذا، نعبي الثاني، يوزع ويرجع بعد يعبي لين نخلص الحظاير كلها. هذه الطريقة انه يسحب الازولة، يجمعها مكان واحد علشان ما تاخذ منه جهد ووقت اكثر للجمع. يا سلام سلام، شوف هناك فيه كثافة، لو حركناها رجعت سكرت. الله تبارك الله. مسطرة. باقي تقريبا حظيرتين هنية او ثلاث حظاير نعطاها الى حد الان، وبعدها ننتقل للخطوط الثانية. Thank you.
الحين انتهينا من الخطوط هذه وننتقل للخط اللي بعده. ما شاء الله تبارك الله، الخط هذا انتهينا منه، باقي بس الحظيرة هذه، حظيرة السمان الفرر هذه بما انها وحدة سهل ان نعطيها ولا تاخذ معنا اول، لكن باقي الخطوط هذه بعد انتهينا منها، باقي اربع خطوط.